السيد النائب المحترم فيصل الزرهوني عن الفريقي الحركي والدستوري فليتفضل مشكورا. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتفضل باسم الفريق الاتحاد الدستوري والفريق الحركي لمناقشة مشروع القانون رقم 2708 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، وهو مشروع لامس بدون شك مختلف مواطن الخلل التي تعاني منها هذه المؤسسات من أجل بلورة تصور جديد يجعلها شريكا حقيقيا في تطور القطاع الفلاحي والاستجابة لمشاكله ورهاناته ومواكبة الفلاح المغربي في كل سيرورة اشتغالاته. السيد الرئيس المحترم، مما لا شك فيه أن الوضعية الحالية لقطاع الفلاحة بالمغرب تعرف عدة صعوبات تعيق تطوره وتنميته بالرغم من المكانة المركزية التي يحتلها في الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي استدعى بالضرورة وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لكن مع ذلك يطرح التساؤل: هل كان الخلل ينطوي على الجانب المؤسساتي فقط؟ بكل تأكيد فإن أكبر إشكال يعاني منه القطاع بصفة عامة هو الجانب التمويلي الذي يعيق كل المخططات ولا يوفر النجاح لمختلف المؤسسات التي لا يفتقر إليها المغرب على كل حال. وفي الوقت الذي تم فيه الحديث عن مخطط المغرب الأخضر، هذا المشروع الطموح الذي نتمنى نجاحه، أصبح من الضروري القيام بإصلاحات هيكلية على مجموع المؤسسات المتدخلة في القطاع لا سيما الغرف الفلاحية، وهذه الأخيرة تعاني جملة من المعوقات التي تقف حجرة عثرة أمام قيامها بالمهام المنوطة بها كالتوزيع الجغرافي الغير استراتيجي وغياب التنسيق فيما بينها على المستوى الوطني، فضلا عن غياب الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية الكفيلة بضمان حسن اشتغالها. السيد الرئيس المحترم، إن هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي من خلال إدماج البعد الجهوي للغرف ودعم ريادتها في مجال التنمية الفلاحية وتطوير البنيات الأساسية في أفق إنجاز استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية، فرغم إيجابياته وطموحاته يبقى من الضروري تسجيل بعض الملاحظات حول هذا المشروع. إن النهوض بالقطاع الفلاحي عامة وتطوير الغرف الفلاحية خاصة رهين بضرورة تعزيز دور المنتخبين تماشيا مع روح الديمقراطية التمثيلية التي تعرفها بلادنا، كما أن فكرة إدخال الأعضاء الشركاء الممثلين عن الجمعيات المهنية الفلاحية داخل الغرف الفلاحية لا تخلو من إيجابية إذا كان الهدف منها توسيع النقاش داخل الغرف بما يخدم أهدافها، سيما وأن هؤلاء الأعضاء الشركاء محكومين بضوابط قانونية محددة تجعل دورهم منحصرا داخل الغرف فقط. من جهة أخرى، وإذا كان المشروع يهدف إلى دعم البعد الجهوي في توزيع الغرف الفلاحية وهذا الأمر لا نختلف بشأنه، فإن ذلك قد يعرقل اشتغالها بشكل لا ينسجم مع الأهداف المنوطة بهذا الإصلاح إذا ما شجاعة الرقعة الجغرافية للجهة، قد يصبح عصيا على مجموعة من المنتخبين وممثلي جمعيات مهنية متابعة ومسايرة أشغال الغرف لما يتطلبه ذلك من تنقل دائم ومستمر يصعب تحقيقه، فضلاً عما يمكن أن يطرحه التوزيع الإقليمي داخل الجهة من تداخل توجهات ومصالح الممثلين داخل الغرفة، مما يعيق وضع استراتيجية متكاملة تخدم مصالح الجهة ككل. لذلك سيد الرئيس، تقدمنا في فرق المعارضة بتعديلات تؤكد على جانب القرب ولا تركيز بالنسبة لهذه الغرف، لأننا نعتبر بأن فلسفة وروح إحداثها تنطلق من هذا التصور، لكننا مع ذلك نسجل موقف الحكومة من خلال السيد الوزير الذي لم يغلق الطريق أمام هذه المقاربة، وذلك حالما تتوفر هذه الغرف على الإمكانيات الضرورية.
بالإضافة إلى كل ما سبق يبقى من الضروري الإشارة إلى ضرورة تعزيز إمكانيات البشرية للغرف الفلاحية بشكل خاص، فالنهوض بهذه الأخيرة رهين بتحقيق هذه الإمكانيات، وإلا سيبقى هذا الإصلاح القانوني غير ذي جدوى على أرض الواقع. سيد الرئيس، نسجل في ختام انفتاح السيد الوزير على اقتراحات وتعديلات السيدات والسادة النواب التوافقية التي مكنتنا من التوفر على نص قانوني جيد يكرس دور المنتخب ويحمل مقومات الشفافية ويتوفر على مجموعة من الضمانات ويوزع الأدوار بشكل متوازن يتوافق مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف التراكمات والتجارب التي تم تسجيلها في هذا الميدان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد النائب المحترم.